نؤيد حق نسواننا وبناتنا وصبياتنا وجاراتنا ومواطناتنا بقيادة السيارة. والله أنا بقول المرأة عليها واجبات، كمان المرأة في عندها حقوق، ومن أهم حقوقها تقود سيارة. بكل المجتمعات الغربية المرأة تقود سيارة، فكمان لازم بمجتمعنا المرأة تقود السيارة. احنا عقدنا هالمؤتمر بالهواق الطلق وعلى الرصيف بالضبط، داعما لقيادة المرأة السيارة. والله انا بقول المرأة مو يختصر شغلها على شغل البيت، المرأة لازم تروح المولات تعمل شوبينج. المرأة الحين مو لازم تبقى مسجونة بالبيت. حنا إذا لم تقر قوانين تعطي المرأة الحق بقيادة السيارة، سنأخذ تدابير أخرى للضغط على الحكومة. أنا جاي شخصياً أشكركم على دعمكم لينا بحقنا بقيادة السيارة، لكن عندي سؤال بسيط إذا تسمحون. اسألي. هي دعسة الفرامل على اليمين ولا على اليسار الحين؟ تيرسل بشو